غوتزيلا شي وين نحلو عينينا خويا قهرتيني بالكريدي يا صاحبي شو وليت تنبيع شي ستر ب 400 قهرتيني بهاد الهضره هادي نارك ملاد 36 عمرات ودا شي ستاسيون هنايا غوتزيلا كيفاش البلان ديال خونا اول مره كنشوفو هنا واش نقولك اخويا سلكت لك شي حاجه نكتب عليك على ما سمعتها خايه خوناتك خرج من واحد الشركه وكل صباح تيجي صبح عليا عطيني كارو عطيني كارو صاحبي واش انا المبادره الساميه صاحبي كيفاش الشركه اين احمق دا والي والحمق اللي عاودتني عليه غوتزيلا الصاد شنو مالك صاحبي ومال الحمق مالك قهرتينا بالحمق الحمق مالو يا الدراري البلاصه اللي قالت لنا غوتزيلا اي السلام عليكم فين غادي انا ولادي فين واش عارفين البلاصه هذه اللي غادي ندرمي طبعا بارك من الهضره ديال والو اصاحبي انت معطل اصاحبي سير بيا انت مال هذا صاحبي جيت معاه مالك شتي هنا شكون حلك الباب فنات ما قلت زين لا كامل ما خلات حتى شي واحد اولي شكون اللي عملت شكون اللي خربة ديك خربة غوتزيلا مالينا خربة شكون ديك الحماق اللي كنتي قلتي لنا قبيله اوي علاش داك ديك الخربة علاش دخلتي ليها ترى دخلت لها انا وحمزه وهشام اوي 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 وقتلاتهم كاملين بقيتها بوحدي خرجنا الحماق اوي 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 داك ليها علاش ما نهضر معاكم شوف الحماق هذيك راه بلاصه خطيره اللي كيدخل ما كيخرجش اختي غوتزيلا ما بقيت فاهم والو انا ما فهمت حتى شي حاجه والله ما فهمت شي لعبه حسي راسي شني الدوخ انا شني الدوخ علاه كتقبل كتقلق فيا وكتسول فيا كنت انت مشيتي لديك الخربه راه قلت لكم خاطر اللي كيدخل ما كيخرجش عباد الله واش ما كتسمعوش الهضره ماشي على بالي شي حاجه ما على بالي والو داخل نكتشف وين عباد الله شداني انا كاع مشيت لديك البلاصه خرجت عند الدراري تفو انت اخويا باين شي توصل ولا كيبان لك بنادم ميت اخويا انا فين تنعرفك ويلي علاش اخويا شي عندي للدار وخويا صغير خال عليا الدار واش انا مالي سوق عيط للبوليس ياك اختي غوتزيلا جايين عندك باش تعاونيني دابا كتقولي البوليس واش بوي صغير تيقوني كتقولي البوليس تيقوني اش دخلت ديك الخربه اصلا واخويا راه اخر ناس شافوا دوك الناس بشاش هما انا وياك راه غدبر لنا على 45 عام د الحبس اخويا انا هادشي كاع شداني خويا انا غنعيط للبوليس ما تشاش عندي اخويا ما تنعرفكش باغي تدبر لي عليها اخويا بسلام اخويا انا غنعيط للمخزن دابا شنو هو غوتزيلا ما تعاونيني حتى شي حاجه اختي خويا الحاجه الوحيده اللي غندير معاك سوي غنعيط لواحد البوليس غدا راه كليان ديالي ولي حاليا تلوش قلت لكم كان دابا لقى خدام غنصوني عليه ولكن راه قبيل تجي عندي نمشي نشوف دارهم
يلا ثلاث دقيقة ما فهمت والو انا في هذا الشيء هذا. وين عبد الله واش حماقيت انا ولا شنو؟ شو هذا الشيء هذا عاوتاني؟ اسمح ما راحي ايوب شي واحد كاين داخل ايوب اجي صاحبي انت مالك صاحبي ياك لاباس رجع لا صاحبي ولا ايوب حي لا ايوب حي ولا اخي زيد صاحبي انت مالك صاحبي رجع لا وزيد صاحبي زيد مالك صاحبي رجع لا اخي رجع لا مالك صاحبي مالك ما كاين والو بغيت تقتلني هي ايوب شكون اللي غيتقتلك والله ما فهمت شي حاجه اخويا اشرح ليا كنت كاتب واحد اللعيبه هنايا بالدم جني قتلاتهم بغات تقتلني حتى انا تبعتني حتى ما فهمت والو اخو والله جات كتبات واحد اللعيبه هنا بالدم وانا دابا كيبان لي اخويا والو هنايا ريح بعدا راه بنتي ليا بديتي كطلاشي اخي ياسر ريح بغات تقتلني اخويا ايوب جاي تابعني قتلات صحابي قتلاتهم في الدار الماجور اخويا ايوب شكون اللي غتقتلني علاش داري انا كنمشي للدار الماجور هادي وانت تخيل شي حوايج ما كاينينش وارجع على اخويا ياسين انا والله ما فهمت شي حاجه صاحبي بنتي لي بحال رعده خويا مشينا لواحد الدار الماجور البارح اها مشينا وبقينا كنا نكتشفوا ورات ان غودزيلا ملي مشينا لتما كنطراو شي حوايج خايبين صاحبي قتلت هشام مات ويلا لا هشام والله حتى قتلت هشام والاخر حتى هو قتلاتو كانت كتاكل فيه تبعات ما خرجنا واحد الحمق حتى هو قتلاتو بلاتي شوف غتشرح ليا كلشي منين دخلتو لتما حتى لدابا كلشي بالديطاي دير شتاني لي درت راسي في غير دبر لي عليها جوج ارواح يا ربي غنعيط للبوليس نحيد عليا انا المسؤوليه يا
لا 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 صافي غنعس انا وقيلا بديت كنهدر حتى الصباح ونهدر معاه على صافي صافي يا ربي يا ربي يا ربي السلامه. هذاك الباروش انا نجيب لك ما تاكل باش نخلص الضو. اختي انا راه غدا ما عنديش قرايه خويا غنصفي الضو انا جلست في الدار. هادشي اللي كاين اخويا ايوب ولي دابا فهمت كلشي يا خاي. وقعتي في واحد المشكل خايب، حل واحد اللي عندك باش تقدر تفك هاد المشكل. عاوني بيا اخويا ايوب الله يسهل عليك. عرفتي راه قبيله كنت خايله حدايا راه كانت حدايا صح بغات تقجني وما عاد فهمت حتى شي لعبه اخويا. ما علينا غير بالاسقاط النجمي يا خاي. شنو هو الاسقاط النجمي؟ اسقاط النجمي هو كندخلو في العالم ديالها باش نقدروا نحاربوها. لا لا ما نحاربهاش انا حاربها انت بوحدك اخويا. ايوا اخي عندك ساعه مكانه وتلحق عليك وتسقها ديالك روحك. انا قلتها لك نصيحه لوجه الله. صافي اخويا صافي الله يحفظك عاوني نديرو اي حاجه اخي ما نبقاش نتخيلها تبعد مني. شوف اخي ياسين تكا وانا غنشرح لك كلشي. شوف تخيل معايا باللي نتايا ناعس وكتشوف السما وهابطه منها كورده. هاد الكورده انت كتسلق فوق منها وباغي توصل للقمه. حاول تكابتيري هاد اللقطه هادي في دماغك تكونسونطرا وغمض عينيك مزيان. خذ نفس طويل باش نبداو الرحله حيت عرف بلي هاد العالم اللي غنمشيو ليه نقدروا نرجعو ونقدروا ما نرجعوش. عرف بلي ساعه ما كان في داك العالم كتساوي نهار هنا، يعني ما خصناش نفوتو اكثر من 3 السوايع في داك العالم وإلا الجثث ديالنا غيتحللو في العالم الحقيقي. ياسين الو مسيو الكوميسير، حنا في المكان المعين. الجثة مشوهات شوية غير هادي، غادي يكون بحث مدقق في هاد القضية هادي، وغادي نديرو تشريح للجثة. في هذا العالم اي حاجه قابله للشك وما تهضرش تفهمنا. دابا هنا خصنا نتحاوروا معاها. الا كانت شي روح هنايا تعطينا العلامه ديالها جينا مسالمين. ياسين وصحابو اداوك بطريقه غير مباشره، بغينا نوصلوا لشي حل. واخا ودابا شنو المعمول؟ سمعتي السياسيين دابا وزير راسك.
ألف الطريق لا تلاقي العدو الصديق. اللي دار لك الخير دير له الخير، واللي دار لك الشر دير له الخير حتى يغلب خيرك شره. لا تسرج حتى تلجم، وعقد عقده صحيحه حتى تعود عليك فضيحه. سيد الدحمان راه البرا سبع ايام. وقال لهم الخط عيان. صافي ما قبل لي والو نايب الرجل خير عييت انا ولا تبسخ صحتك اجي وقت عوجني اتوقع خاصنا شي وحده اخر. بلات يا اخي ياسين لقيت الحل، هذه ما تكون غير الخريطه باش نلقاوها، ولا جيتي تشوف غتلقى باللي الكلمه داخله في الصيفه ديال هالك. فاش فكراتك العماره وفكرتني في الدار. برافو عليك، صافي عرفت الطريق، غادي نوضو دقيق قبل ما يضيع الوقت. احنا وصلنا لك دابا، اللعب سهله وغيبدا المعقول. اللعب سهله هنايا ما بقى ما يتقال، احنا جينا طالب الامان، ولكن انتي صغرتي راسك، عندك حد 10 وغنساليو اللعب. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. ما بغيتيش الأمان، واخا غنبدا بالمعقول دابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هلا كتلة.